عملت معاكم الزيت المعجزة لتطويل الشعر وإنبات الفراغات ومنع التساقط نهائيا. الوصفة دي مجربة 100% وفي أقل من أسبوعين النتيجة هتطلع وتبدأ تظهر في شعرك. الوصفة دي رائعة جدا ومضمونة ومجربة مني شخصيا ومن بنات كثيرة. يلا بينا نبدأ في الوصفة، وما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت، ويلا بينا. وبحبكم جدا وشكرا على دعمكم. اول حاجه في مكون النهارده وهو الحبه السوداء او حبه البركه، دي من الحاجات الحلوه جدا اللي مليانه فيتامينات مفيده جدا للشعر. وحبه البركه من الحاجات المفيده جدا سواء اكلناها او حطيناها في وصفاتنا للشعر، بتحفز على نمو الشعر وكمان بتوقف التساقط وكمان بتساعد جدا في التطويل والتجسيف، فشعرك هيبقى اسمك واتقل وكمان اطول. وبعد كده المكون اللي بعد كده وهو المكون اللي متابع قناتي هيعرف ان المكون ده انا ما بقدرش استغنى عنه، لازم يكون دايما موجود في مكوناتي الموجودة في وصفاتي. المهم أو اللي هو مكون اكليل الجبل او الروزماري. اكليل الجبل والروزماري من اكتر الحاجات الحلوة جدا المحفزة اللي تعتبر بديل لحاجات طبية كتيرة غالية جدا لمنع تساقط الشعر. فهنحط معلقة كبيرة من الروزماري واكليل الجبل، بس الحاجات دي كلها يعني لحد هيسألني الحاجات دي كلها رخيصة جدا وبتتجاب من عند العطور. وبعد كده والمكون اللي بعد كده ومن المكونات برضو اللي انا بحبها جدا وهو القرنفل او المسمار. لأي حد هيسألني ممكن مثلا قرنفل مطحون او روزماري مطحون، لا لازم يكون الحباية كاملة عشان ناخد اكبر فايدة منه. المهم بعد ما حطينا تلات المكونات دول مع بعض، احنا ممكن نحط اضافات زي ورق اللورة او ورق الغار والحاجات دي، لا بس انا مش هحط، هحط بس التلات مكونات دول سحر جدا. وبعد كده هننزل باقي المكونات اللي بعد كده اللي هتخلي الوصفة معانا زيتية وحلوة وناخد اكتر استفادة منها. واول زيت هنستخدمه معانا وهو زيت الزيتون البكر الاصلي. زيت الزيتون من الحاجات اللي بتحفز جدا نمو الشعر وبتطول الشعر بشكل رائع جدا، انا بحبه قوي وبحب استخدمه في كل وصفاتي ويبقى حلو جدا لفروه الروس. بناخد منه كميه حوالي معلقتين كبار من زيت الزيتون وبنحطه على الوصفه اللي معانا. وبعد كده بنبدا نحط تاني مكون معانا او تاني زيت معانا وهو زيت الخروع، من الزيوت الحلوه جدا اللي انا بحبها قوي. بنحط كلها مكونات يعني كميات قد بعض، معلقه 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 او معلقتين 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 زي ما انت عايزه. وبعد كده بنحط تالت مكون زيت الخروع، طبعا من الحاجات اللي بتطلع شعر جدا وبتطلع البيبي هير، حتى لو انت المنطقه دي عندك فيها ثعلبه او عندك فراغات رهيبه جدا بسبب السن او بسبب اي حاجه او بسبب الصبغه، فالخروع هيطلعها. وبعد كده زيت اللوز سواء الحار الحلو او المر، بنحط برضو منه مكونات كميه. وبعد كده بنقفل كويس قوي وبنسيبه يتنقع كده كل المكونات مع بعض مده يوم كامل، حوالي مثلا ممكن 12 ساعه او 24 ساعه. وبعد كده بنطلعه يعني بنبدا بقى نستخدمه على شعرنا. الوصفه بناخد من الزيت ده ونحطه على فروه راسنا وعلى الاطراف كلها، ونسيبه ونلف شعرنا ونسيبه من ساعه لساعتين على فروه الراس وعلى الاطراف على شعرنا كله. وبعد كده بنغسله بالشامبو والبلسم ونعمل الروتين بتاعنا عادي. الزيت ده بيستخدم مره او مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع، يعني كل ما تيجي تغسلي شعرك قبل غسيل الشعر بساعتين حطي الوصفه دي على شعرك واغسلي شعرك عادي جدا واعملي الروتين بتاعك عادي جدا. وصفه رائعه جدا ومضمونه. وزي ما انا دايما بقول، لو انت الوصفات الطبيعيه مش بتعمل معاكي فايده، يبقى انت لازم تستخدمي، عندك مشكله داخليه نقص فيتامينات او نقص معادن، لازم تروحي تعملي تحليل دم او تروحي لاي دكتور جلديه وهو هيساعدك في ان انت تعملي تحاليل وتاخدي الفيتامينات الناقصه في جسمك، بجانب بقى الوصفات الطبيعيه اللي انا بعملها. بس كده دي كانت فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبحبكم جدا ومع السلامه.